انطلقت فعاليات بطولة سباقات الهجن في ميدان سباقات الهجن في مدينة العلمين بمشاركة كبيرة جدا من الهجانة وملاك الإبل من مختلف المحافظات. السباقات دي بتجمع بين المنافسة والروح الرياضية وبتعكس كمان تراث وثقافة مصر في رياضة الهجن. خلينا نعرف تفاصيل أكتر عن البطولة وأهميتها. معانا على التليفون الشيخ سلامة إبراهيم رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد المصري للهجن. صباح الخير عليك يا شيخ سلامة، أهلا وسهلا بيك. صباح الخير عليكم وعلى مشاهدينا الكرام ان شاء الله. يا اهلا وسهلا. لما نتكلم عن الفعاليات اللي شهدها سباق الهجن في ميدان مدينه العلمين. والله اليوم الثاني لانطلاق اشواط السباق، تقريبا حوالي 500 مشارك ما شاء الله يتنافس ابناء القبائل من جميع المحافظات على الاشواط مقسمه على 32 شوط. وان شاء الله المنافسه مستمره اليوم لليوم الثاني ان شاء الله على التوالي. ان شاء الله. المنافسين قد ايه النهارده؟ اليوم تقريبا 18 شوط وامس 16 شوط. فان شاء الله اليوم تقريبا اربع اشواط انطلقت للان، اربع مراكز اولى. وان شاء الله الامور تمشي كويسه والتوقيتات ممتازه والتوفيق ان شاء الله للجميع للمشاركين. ايوه اكيد. كل سباق هجن بيبقى مختلف عن الثاني واماكن اقامه طبعًا سباق. طبعا التوقيتات بتفرق. التوقيتات تتطور ان شاء الله. الرياضه هذه رياضه عربيه، رياضه يعني تجمع حتى من دول الخليج، معنا موجودين من كل دول الخليج تقريبا. طيب لما نيجي نتكلم عن ان سباق الهجن بيختلف لما بيتعمل في مكان عن اخر، يعني في اماكن بتتعمل في جنوب سيناء بيبقى في سباق سنوي للهجن، ودلوقتي السباق بتاع العلمين بيختلف في التنظيم وبيختلف كمان في شكل البطوله. طبعا البطوله في العلمين تختلف المناخ، احنا يعني تقريبا يكون اخر سباق في العلمين ومن ثم ننتقل لشرم الشيخ. تكون البطولات الشتوية في شرم الشيخ يعني عشان الجو، عامل الجو له دور في السباق. الإبل نفسها بقى بتعمل إيه؟ يعني بيفرق معاها الجو، بيفرق معاها المضمار نفسه بتاع السباق، ولا ما بتفرقش خالص وبتكون نفسها الإبل أخذت فترة راحة ما بين سباق والتاني؟ هو طبعا من الطبيعي يعني احنا تقريبا بنقرر بين البطوله والبطوله تقريبا شهر حوالي 30 يوم. يعني تقريبا احنا بنسوي 8 أو 9 بطولات في السنه في الموسم، ومن بننتقل لفتره القيض. ايوه. طب الوزاره، وزاره الشباب والرياضه ما قصرت معنا بصراحه. طبعا يعني كانت اول الداعمين لهذه الرياضه وزاره الشباب والرياضه. يعني بالنسبة للتوقيت اللي بتقول عليه بدنا، أنا عارف العلمين دلوقتي فيها أمطار، هل دي أثرت على حالة السباق؟ أمطار؟ أيوه. لا والله الحمد لله الجو كويس، يعني المطر كان خفيف كويس وكان عامل الأرضية تثبيت كويس والأمور ماشية زي ما عملناها يعني. أكيد. الشيخ سلامة إبراهيم رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد المصري للهجن، شكرا جزيلا ليك.